قصتنا اليوم عن سيدنا إسماعيل وهو ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام. أنجبه أبوه بعد أن بلغ 80 من عمره، لذلك كانت سعادته به سعادة كبيرة، ولكن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم بأن يأخذ سيدنا إسماعيل وهو طفل رضيع وأمه السيدة هاجر ويذهب بهما إلى مكان بعيد لا زرع فيه ولا ماء ولا بشر. ونفذ سيدنا إبراهيم أمر الله تعالى، ثم أمره الله تعالى أن يترك أهله وحدهم في هذا المكان البعيد الخالي من الناس ومن الزرع والماء، ولكن الله تعالى لم يتركهما بل تكفل بهما وأنعم عليهما بنعم كثيرة. وشاء الله تعالى أن يتفجر الماء من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام وهو طفل رضيع عندما تركته أمه وسعت تبحث له عن الماء بعد أن نفذ ما معهما من طعام وشراب. ولما عادت رأت الماء ينبع من تحت قدمي رضيعها إسماعيل، فجعلت تحوطه بيدها وتقول: زمي زمي، وأطلق على هذا البئر فيما بعد بئر زمزم. ولما كثر الماء في المكان جاءت الطير والدواب لتشرب منه وترعى حوله وانتشرت في المكان. وحين رأى الناس أن هذا المكان الفقير الخالي من الزرع والماء قد كثرت فيه الطيور والدواب ونما فيه العشب والزرع، بدأوا يتوافدون عليه ويسكنون فيه، وأصبح هذا المكان مليئا بالسكان بعد أن كان خاليا ليس فيه إلا سيدنا إسماعيل وأمه السيدة هاجر. وفي يوم من الأيام رأى رؤية في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، ومعلوم أن رؤية الأنبياء وحي من الله، وخصوصا أن الرؤية قد تكررت 3 مرات، فعلم أن هذا وحي من الله ويجب أن ينفذ أمره. فذهب إلى ابنه إسماعيل عليه السلام وقص عليه الرؤيا وقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وعلم سيدنا إسماعيل أن هذا أمر الله فرضي به، وقال له: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم ذهب الاثنان لتنفيذ أمر الله تعالى. وعندما وضع سيدنا إبراهيم السكين على رقبة ابنه إسماعيل بنداء الوحي يقول: أن يا إبراهيم، إن هذا لهو البلاء المبين، أي أن هذا اختبار وابتلاء من الله. ثم نزل الوحي بكبش من السماء فداء لسيدنا إسماعيل، وجعل الله تعالى هذا اليوم عيدا لنا نحن المسلمين، وهو عيد الأضحى، فرحا بنجاة سيدنا إسماعيل. وسن لنا الأضحية، وهي الذبيحة التي تذبح وتوزع على الفقراء والأصدقاء والأقارب، تأسيا بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم شاء الله تعالى أن يكبر سيدنا إسماعيل ويشارك أباه في بناء الكعبة التي يحج إليها المسلمون كل عام في المكان عينه التي تركه فيه أبوه صغيرا. وبهذا نأخذ من هذه القصة عبرا ودروسا، منها أن الالتزام بأوامر الله تعالى فيه النجاة في الدنيا والآخرة، وطاعة الوالدين من طاعة الله. دمتم في محبة وسلام. قناة ساوند كيوب هدى كربوج، أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة، وأرجو لكم تفعيل زر الاشتراك والجرس لمتابعة كل جديد.